كانت صفعة قوية للاحتلال الفرنسي حين انتخب بالإجماع فارس الخوري رئيساً للمجلس النيابي في سوريا. وقت ذاك التقى سياسيو المرحلة تحت سقف المصلحة الوطنية العامة، وكان التاريخ يذكر رجلاً وطنياً مسيحياً ناضل لأجل قضيته الوطنية دون أن يخفي انتماءه الطائفي. هذا عندما كانت الأقليات جدية في المحافظة على العقد الاجتماعي السوري وتطوير العقد السياسي نحو الديمقراطية الحقيقية. حينها كانت ترسل شخصيات لها ثقلها التمثيلي، لكن الشخصية التي نتناولها ستؤكد حقيقة أن الأقليات اليوم لا تريد أي تشاركية مع الأكثرية وتبحث عن حكم بالقوة ولو بالموت والدمار والتهجير للأكثرية السنية ورفض حاضر الثورة التي تبحث عن عقد اجتماعي وسياسي متساو وعادل لكل المكونات السورية. شخصية هذه الحلقة رجل لما قرع باب الائتلاف وجد الائتلاف يقرع بابه، فجمعتهما المصالح المتبادلة تحت سقف التمثيل السياسي المتنوع وضمن غطاء ضرورة جمع الأطياف السورية. لا يشك في أهمية تمثيل الأقليات ضمن المشهد السياسي الثوري، لكن السؤال كيف وأي أثر يرتجى وأي مصالح تمثل؟ عبد الأحد الصيف من أبرز الشخصيات الممثلة للأقليات في الائتلاف، يوصف بأنه براغماتي في التفاوض على مكاسبه وبراغماتي أيضا في استمراء لعبة التهميش والتطنيش. في هذه الحلقة سنعرض معلومات وحقائق حول مسيرته السياسية الثورية، سنقف عند أدائه وأنشطته، مذكرين طبعا بأننا نعرض لكم الحقائق والمعلومات بعمومياتها وتفاصيلها أنتم الحكم. لكن قبل الشروع في ذلك تقتضى الإشارة إلى أن شهادات الضيوف على مسؤوليتهم الشخصية. أهلا بكم.